استمرت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا 6 والذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة للدول الثلاث بالمياه الإقليمية المصرية ويستمر لعدة أيام. ومن المقرر أن تنفذ المرحلة الرئيسية للتدريب بحضور وزير الدفاع الفريق محمد زكي ورؤساء أركان الجيش المصري والقبرصي واليوناني. يأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية.